طلقاني برا قال لي بغيت نمشي لداركم انا ما عندي حتى واحد انا عندي هاد خويا هذا ديتو لدار خويا جاب والدي صافي خطبنا جوجنا درنا العقد جوجنا انا من شهر طلعت حامله من شهري طلعت حامله كان الحشيش مخبيه عليا كان يدير قدامي طابه فقط منين حملت وداكشي ما كانش كيدير قدامي داكشي منين ولدت ولا كيجي كي للبالكون كيخرج ساعه ساعة نص ساعة تيخرج للباركو كيسد عليه ساعة نص ساعة كيسد الباب عليه كنقول له هشام شنو كدير والو عاكالس عاكالس قلت له قلت له دخل هنا وجلس حدانا انا وولدك علاش كتخرج برا وتجلس كيخرج يجلس لو واحد النهار شتو داير هكا في يده بحال هكا قلت له هشام قلت له هشام شنو هادشي انا منين شفت هادشي صدمني قلت له هشام شنو هادشي الحشيش قال لي حشيش معجون قلت له قلت قلتي ما تدير والو لي هو يقول لي هذاك الضغط ديالك هو اللي خلاني ندير هذا الشيء قلت له انا شنو تندير قلت له خدامه معاك قلت لي ما الولاد الولاد تصور الولاده ما جلستش 40 يوم من شهرين نتنخدم خيت علاش صافي ما بقيت نلقى أكل، ما كيخدمش على جلس انا كيخدم الا جلس انا بحال يشد كيشد معاه لا جلس انا بحال اللي غير مني خاصو نخدم صباغ خاصو ديما يخرجني انا الاولى للخدمه عادي عاد يرتاح لا خلاني في الدار السيد بحال اللي كيمرض ما عليناش نط نخدم من شهري انا باقا كن ما خصوش تبقاي في الدار خاصك تخدمي بحال اللي كيشدوا الغيره بحال اللي الغيره خصني ضروري خصني ما نقولش ليه راني مريضه ولا وتصور بنادم والد بالغراز مقطعه ومن شهرين تطقطب وجاتني مع الشتوى ما كنقدرش حتى على الماء بارد كنخدم ميناج يا هذيك صافي ما قلت معليش بقينا بحال هكا بقينا بحال قلت له الحشيشه هي من لا الحشيش لا بقينا هكا بقينا جايين هكا جايين هكا جايين هكا صافي حتى النهار اللي نا جينا من الخدمه انا ويا في العشيه وصل عليا يا ربي الخدمه وصل عليا بالجمعه المراه اللي دات اللي جابت والدي حاضر دي لي ولدي من السبيطار راه هي حاضره على كلشي وهضرات معاه قال هي هاد السيده هادي راه ما بحالها طاح ليا على راسي قدامها باش تعرف هاد السيد هاد الشي طاح ليا على راسي قدام وسمحت ليه وجينا للدار ودرت <applause> هاد الشي انا جاي إذا مور من الجواز لهنا انا جايه ليك جيت درنا الطويجين تعشينا تغ... مشينا نعسنا انا مع 11 ونص ديال الليل ضربتني الفاقه بغيت نمشي للطواليط لقيتو جالس في الطواليط ملي لقيتو جالس في الطواليط قلت له هشام انا مزيره بغيت ندخل الطواليط خرج راني يعني جالسه <applause> على هاد الكراسة هذا على ما مخاص مين ما والو على حق يخبط فيا ويضرب ويضرب هو داير لي السد الغرزات هنا عندي تصاور عندي الراديو عندي كلشي مهرس لي مشقق لي نيفي هذا زايد الولد شقق لي نيفي مهرس لي آه السد الغرزات هنا درت ذكرى دي ريتبي تصور درت شهادة طبية طيب درت كلشي دخلوا العائلة عائلتي وعائلته سمحي لي سمحي لي سمحي لي قلت لهم شوفوا ولا بغيتيني نسمح ليه خاصو يداوى ولا شي حاجة والسيد ماشي عادي ما عائلته تا واحد ما طلع ليه ما عرفوا ولدهم واش ضرب هذيك السيدة باه الآن دابا باش ضرب لي لهنا خمس شهور ولا ست شهور ما حط رجلو لهنا ماشي نمشي نشوف هذيك السيدة راه ضربها ولدي ولا نواسيها مو كتجي باه والو انا دارهم محتار مني ومحتار منها ما ما بيناتنا شي حاجه يعني الناس دراوش ما كي اديوني ما يقولوا لي درتي ولا ما درتيش ولا يعني ما كيبقاوش تابعين ولدهم صافي بحال مجوج بحال ما مجوج انا ما ما نكذب ما تشي شي حاجه صافي حتى لهاد منين ضربني هادي دابا شي ربعه شهور ولا خمس شهور باش ضربني بقيت كنعس كنعش كنعش صافي تنقول عنوض عيقتني انا ولدي عنوض عيقتني انا ولدي في ما يهز راسو بحال هكا تلقاني جالسه قلت يا مالكي ما ماليش وبدا يلوم في انا ضربتك انا درت انا فعلت ما عليناش بقينا هكاك حتى نهار هاد الثلاث اللي عوقع اللي عتوقع الجريمه نهار الثلاث هادي اللي دازت بيتنا انا ويا فايقن هكا مالكه هشام وغادي يجي الطواليط يغسل وخارج خارج يغسل داخل يغسل ما من طوال ويجي البلاصه بقاش ناعس حدايا حدا الناموسيه انا نعسان تيغسل وجهه وتيدير و... و... ديك الطابه كل مره غادي ينصت ينس... ينس... ومشى الروبين بغا يشرب يخويه في الكاس ويولي يرجع يخوي في الكاس صافي شنو دا خدا بونجا بحال هادي وانا نعسان انا ولدي في الناموسيه وجه حدانا تحت الناموسيه هنا وتكا يا ديك الليل كله وصلت الربعة الصباح ف وصلت الربعة الصباح قال لي توريه قلت له نعم انا طالع نشلك الكواش كيفاش الكواش كيفاش الكواش؟ قال لي نطلع نشر لك الكواش <تصفيق> الربعة يا <applause> الصباح شد التيليفون لقيت الربعة <applause> ما فازقيش راني كنت هاد البيت عامر كنت دايره كل شيء هنا خديت عندي تحولوا في راس الشهر مفزقي. ما فازقين ما مصبنين ما حتى شي حاجه كل مجموع انا شنو قلت هي هشام تسكر الناس ناعسين شنو ولا كيدير واه خليني نمشي نشر وزيدون انا ما بقاش غنخدم في الصباغه قلت له علاش قال لي ما بقاش خدام انا غنمشي نخدم مع في البركاسات قلت له هشام واش نتا واش نتا مزيان باش كتحس قال لي انا صافي قلت له غاريني نشر لك الكواش وما قاش نمشي نخدم نمشي نخدم في البركه صحي. صافي البركة البركة ديال الزبل اللي بقى يجبد منه هذاك الشيء اه صافي انا بحال هكاك صافي بقينا فايقين تصوني عليه التليفون مع 8 الصباح صوني عليه السيد اللي غيخدم معاه صوني عليه قالوا فينك هشام تا هو داك السيد سميتو هشام قالوا فينك قالوا هشام انا عاد فقت وعاد عندي الفطور قلت له هشام انا سولتك بالليل قلت لي ما خدامش قلت لي مريض ما, ما تخدمش حتى ثلاثه ما خدمهاش والعائشه قلت له ولدو البارح خدم قال لي يا قل لي, قل لي قلت له عاقل على الخدمه قال لي عاقل على ما قال لي عاقل على الخدمه ولا ما عقلش كاع عاي عيط لي السيد دابا يعيط لي السيد صافي انا بقيت مخلوع عليه وصلت العشرة د الصباح صونيت عليه تنجمع داري هنا وطلعت نصبن دورت الماكينه هبطت صونيت عليه قلت له هشام واش انت مزيان هضر معايا عادي بحال حتى حاجه ما كاينه داكشي اللي دار بالليل حتى حاجه ما قال انا بخير قلت له مزيان وخدام مزيان قال لي انا بخير قلت له داكشي اللي درتي ما قال انا ما درت حتى حاجه بس بس فايق قلت يقول لي عم طلع لك الكواش بالليل صافي بحال هكا قلت لي يلا صافي ني كان جاي مع 3 ونص ديال العشيه صوني عليا قال لي شوري خاص شي حاجه للدار قلت له ما خص والو قال لي واش نجيب الخبز واش نجيب شي موناضه قلت له ما خص والو راه كاين الخبز كاين الطاجينه بغيت يطيب جا دخل للطواليت ديريكت توضى وجا صلى هنا في هذا البيت الظهور صلى الظهور انا يعني شفتو بعيني يعني انا ما نزيد من, من, من صلى جا حدايا للكوزينه وجلس كنتسناو الطاجين يطيب جا للكوزينه وجلس حطيت هذيك الطويجين تغدينا انا وياه وولدو تغدينا انا وياه وولدو جيت انا صافي هو جا فوق الناموسيه ولدو كي حداه انا مسح الطابله حطيت داكشي فوق البوطاجي راه من وكل كلشي انا مني هكاك هزيت سطل حصطت الحمام هزيتو ديك سطل هو اللي هو اللي عيوقع انا ملي هزيت ديك السطل الكتابه واحد السطل دابا في البيت فيه الكتابه شرط سطل من التحت وهديك الشريطه اللي في السطل من التحت في ظهره كاينه في ظهره بظهر راجلي انا من دخلت هاد السيمانه دخل لي يدوش مشيت نحك ليه ظهره قلت له شمال مال ظهرك قال لي مالو والو لا ما يمكنش هادشي اللي في ظهرك راه ما يمكنش الحمو هذيك الشريطه بحال هاد بحال يديها فتيحات صغيورين وهذيك الفتحه اللي داير في ظهرو دايرها في السطل الفتحه اللي داير في ظهرو ديك هاكا اللي داير في ظهرو دايرها في السطل انا البارح ملي كنغسل السطل حيت عندي حولو فراش الشهر كنغسل داك الشيء غسلت السطل لقيت هذاك كفيت السطل من هكا من قاعو ولقيت الكتابه نفس الكتابه اللي في السطل كاينه في ظهره واش تهريسه في السطل ولا ماشي تهريسه هي مشرب داير بحال ايه داير هكا وداير بحال ايم آه. دايرها في ظهره حرف اه حرف الفرنسيه اه دايرها وهي هذيك ومصور ظهره قال لي شي عرفتي ظهري دايروا لي شي واحد فين شاك شاك فيا انا اللي درت لظهره هكاك انا <applause> يعني اللي كتبت ليه <applause> اه منين 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 شفت انا الصطل قلت له شوف فيا قلت له انا ما معايا لا انت ما معايا لا عائلتك لا عائلتي لا حتى واحد كاين انا وياك في الدار شكون اللي دار السطال هكا قلت لي صارحني ماشي بالعافيه هي مشرد بس بموس ولا زيد ولا من قلت ليه هشام قول لي الصراحه واش رجعتي لهداك الشيء واش رجعتي تتحشش قال لي لا قال لي وزيدون قلت لي شوف عن سالي وهنا سير انت لداركم وانا نمشي لدار خويا ما بغيتيش انت تمشي لداركم تجلس في الدار وانا نمشي لدار خويا تنجيب نجيب والديا ويجي والديك قال لي بغيتي هادشي قلت له اه قال لي عندي واحد الشرط قال لي شنو قال لي فسخ ديري سقطي لي الدعوه حتى انا ملي ضربني ديكراريت بيه قال لي سقطي لي الدعوه قال لي سقطي لي الدعوه قلت له بسم الله قلت له نسقط الدعوه صافي كل واحد يشد بلاصتو صافي قلت لي انت زليك آه صافي عي ما بقيتش قاده قلت لي واش انا نضل خدامه ونجي نبات عاسة اللي صافي راسي ولا كيضرني خمس شهور وانا عاصه راسي بقيت كندوخ في الخدمه وليت كندوخ صافي قال لي بسم الله هذيك بسم الله اللي سمعت انا خليت وليدو كيلعب حداه طلعت نهبط الحوايج باش نمشي لدار خويا هبطت لقيت البانيه مسورتها بقيت كنهرس في الباب هشام هشام ني حل ليا الباب سمعت وليدي نايد مدبوح وجاي عندي وليدي جاي عندي وهو دخل الطواليت وغسل حالته انا شقمت ولدي الشبكه تحط الشبكه قدام الباب طيحتها من يدي بقيت عم زيت ولدي وهربت هو هو ياش ندخل الطواليت غسل ملي طليت مورايا بالدروج لقيتو هابط هابط عادي بشويه ما هارب ما حتى شي حاجه هربت من هنا الجيران جمعوا بيا الجيران عيطوا لليفانس عيطوا البوليس صافي ما رجعش للدار صافي من الزنقه داوني بدمي بكل شيء داوني السبيطار فاي تما داوهم مات ولدي الوليد هو كيحن فيه شويه ولكن ماشي ديك الاب اللي مقرب لولده بزاف مي نقول له خارج نقول له هشام ديه كيقول لي لا انا عيان هو ديما عيان من نهار اللي تزوجنا تيقول لي عيان قلت له انا كنضل خدامه به في ظهري ومني تنجي الدار سارحني شويه ما عمره من نهار هو عام ونص ما عمرو ما شرا له حتى هي انا كنشري له والناس اللي كنخدم عندهم كي بعد مره كيعطيوني كي كان كنشري ليه كنا نشريو انا وياه ما نكذبش كنا كنتعاونوا انا وياه كنشريو انا وياه داكشي الفلوس هذيك الفلوس مشروكه ولكن ماشي ديك المعزه اللي كنشوف مثلا حنايا مثلا والدينا كانوا عازين ولادهم يخرجوهم يشريو لهم يكسيوهم هذا ما عندوش ماشي شي نهار يقول لي هاكي هاد ال... هاكي هاد 4000 سيري ولدك ولا يلاه مشيو توريه مشي عا هو حتى انا واللي يمشي يقول لي هكا قدر ربعه نمشيو نكسيو ولدنا يلا نكسيو محمد امين ما عمرني ما عمرني ما سمعت منه دابا انا عندي عامين ونص ديال الجويج ما كيبغي يخرج خاصو يبقى غير في الدار وساكت ما كيبغي يخرج ما كيبغي يخرج, ما كيبغي يخرج ولده هز غير ولدك نكون تنصب نكون تندير زولدك ولدك هشام شويه راني مشغوله ما تيبغينيش كنقول له خصك تقرب من ولدك الولد ما بقاش كيبغيه قال لي يا... قال واحد الهضره خايبه ممكن نقولها ندبح ليا ولدي حل ليا بديت نهرس الباب حل ليا البانيه قال لي انت تهني صافي انا منين جاي ولدي مسكين هكاك شخر قال لي وهانتي دخلت باليط انا شقمت ولدي وهربت ما نقدرش ندخل بقيت واقفه في بلاصتي ولدي هكاك مدبوح وجاي عندي عادي واش اللي حي معصب عيط غدا عادي تغدينا انا وياه هادي ما بغاتش ما بغاتش تدخل ليا في عقلي تغدينا انا وياه ومشات نعس نز ما نطوب مشات نعس فوق الناموسي لقاو في الترق في طريق الرباط ديك المكالمه وقال لي دار معايا انا معيط ليا انا مشات للسبيطار معيط ليا معيط ليا زعما يسولني في ولدي ولا ما نعرف انا نجاوبه. طايت طايت لي مشت معاي. ما نجاوبه عطيت للسيده عطيت لها هذه اللي مشات معايا جاوباتو قالت لك ما كيهضرش هي تيتمتم قالت له شوف وليدي انا نقول لك نيشان ولدك مات يقدم راسك صافي تما شدوه البولي اليوم الكبيده ديالو دفنت ولدي اليوم الحبيب ديالي ما بغاش يتنسى ليا ديك الذبيحه اللي جاي وذابح مذبوح وجاي عندي وليدي جاي عندي وقف وقف وقف, وقف مسكين ودخ بحال شي حولي بحال شي حولي يا ربي ما بغاش يتنسى ليا ما بغاش ما بغاش ما بغاش انا بغيتو كيما ذبح ليا ولدي ذبحوه بغيت نشوفو حتى هو مذبوح حيت شواني وكواني شواني وكواني كون انا, من أنا وكو ما انا كون ما يعدمونيش انا نذبحو كيما ذبح ليا ولدي خيت خيت كنظل معد بابي كنت تصور صور الحضانه ما كنقدرش نحط ولدي في الحضانه اخي تنقول عي عدبو عي عليه عطيه السيرو عي نعسو تنديه في ظهري تنديه في ظهري ونخدم بيه كنضل هاك عندي فيه تبارك الله 14 كيلو كنظل خدامه بيه مش ما نخليه حتى واحد ما يتعدى عليه حتى شي واحد محمد امين كان عزيز عليا بزاف بزاف ما عيت تنساش ليا وليدي حبيبي ما عيت تنساش لي، يا مريض نفساني كون ضرب راسه علاش يضرب... كيضربني كي عي انا وولده هذيك الضريبات اللي في اللي في ظهره في جو سيمانات كيتشبح دهنيلية ليا ما عرفتش انا شنو نويت انا كنقول كيكون هذا المريض ولا تقاس ولا ما نعرف يا من نهار اللي تزوجنا انا مريض 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 ما بغاش يقول ليا شنو كيقول كي ليا هادي راه هادي راه انا مشيت صور ظهرو مشيت قريتها هادي سميتها ايم قال لي كاتب لي في ظهري ايم قلت له ها هشام واش كل عكس لك في ظهرك دابا كي ما عندي فين نمشي ما ما بقى لا ولد لا دار لا حتى حاجه انا عايشه في الكره لا ما اخدمش لا ما خدمتش يخرجوا من غدا وانا دابا صافي شو ما عادش قبلوا لي مال الديور اللي كنخدم عندهم واش يبغي يبني ولا ما يبغونيش وما خايفين <applause> <applause> ما <مخط>... ما ما قالوا لي حتى حاجه ولكن باش يقول لك نخدم راه يتبعها يجي يقتلنا كنا ولا ما نعرف دابا مني يعرفوا مني عرفوا تشد غير عاد ارتاحوا شويه راه مني وجبد انا ياك ما كنشد ما نقدرش نتمشى حتى في الزنقه تنقول صافي عيشدني تاني انا عيد بحني ما سمح لي ما لي لا دنيا لا اخره ما نسمح ليه لا دنيا لا اخره واخا يبوس لي رجليا واخا يوزني بالدهن ما نسمحش ليه ما ليه لا دنيا لا